اكيد عم تسمعوا عن تشاريتي دونيشن، هالان جي او يلي ناشطه جدا جدا بلبنان بمساعده الفقراء بكذا موضوع. بلشوا بشيء صغير كثير ولكن عم يكبروا شوي شوي بجهدهم بتعبهم بالمثابره اليوميه. بيسرني انه يكونوا معي تاري بيطار وستيفاني بيطار. اهلا وسهلا فيكم تاري. حضرتك مؤسسه ورئيسه جمعيه تشاريتي دونيشن ونايبه الرئيس ستيفاني. من 3 سنين بتذكر كنت معي لأول مرة، ومن 3 سنين حكينا لأول مرة عن هالموضوع يلي بلش بمبادرة كان في عيد الميلاد إذا مش غلطانة، وكنتوا عم بتوزعوا تياب على الناس المحتاجين. اليوم صرتوا NGO جمعية وبلشتوا تصيروا عالميين كمان بهالوقت السريع. يعني اسم الله عليكم أول شيء، كيف صار العمل ووين، كيف يعني التطور صار واليوم شو عم بتقدموا خدمات تاري؟ أنا كثير مبسوطة أنه نحن معك اليوم، خاصة أنه نحن بلشنا هون. ما كان عيد الميلاد أول مرة، أول مرة كان بالصيف أنه عم نجرب نساعد مبادرة فردية نجمع الأغراض اللي مش بحاجة إلها، وأخذناها جدية، يعني مش أنه مرة وخلصت. وجمعنا كثير أغراض، بعد كم شهر من أول مرة عملنا تاني إيفنت وكانت كثير ناجحة، ومن بعدها أسسنا جمعية وبلشنا نشتغل. عم نطور حتى صار عندنا كذا شغله بنعملها. يعني لما صرنا جمعيه نحن ما عندنا اكسبيرينس بالجمعيات كيف، بس انه نحن هدفنا نساعد الفقراء، افقر الفقراء ونشر ثقافه العطاء. فمن وقتها صرنا نطور ونشتغل. عندنا الخدمات يلي صرتوا عم بتقدموها اليوم شو هي؟ يعني بلشنا بتوزيع التياب كان اذا مش غلطانه، وبمنطقه زحله كنتوا. اليوم شو صرتوا عم بتقدموا وشو الطلبات يلي عم تسمعوها بالشارع؟ أكيد. كمان اليوم نحن تطورنا، صار عندنا 8 ديفرنت ديبارتمنتس عم نشتغل فيهم. عندنا الهلب موفمنت يلي هي كانت تياب بس، هلا صارت تياب فرنيتشر، حدا اذا عنده فرش، اذا عنده الكتريكال ابلاينسز، كيتشن يوتنسلز، هلا شيء ما بحاجه الا بيعطينا هن. نحن بنعمل كامبينز مره بالسنه كبيره وبنعطي بنوزع على الناس المحتاجين. خلينا نفوت بالتفاصيل مع ستيفاني شوي. انت بتشتغلي بالظل دائما، هيدي اول مره بنشوفك معنا، اهلا وسهلا فيك ستيفاني. انت اكثر عم بتكوني موجوده على الارض بالشوارع، بتسمعي الناس، بتعرفي شو حاجاتهم، وبتعرفي وين لازم تروح هالمساعدات. كيف يتم اختيار الاشخاص اللي عم توزعوا لهم لحتى يكون في كمان مصداقيه بالموضوع؟ طبعا 100%. نحن أول شيء عنا المختارين طبقة أفقر الفقراء. نحن هؤلاء الناس اللي متعيطة معهم. أدي في كتير أفقر الفقراء؟ في كتير، يعني أوقات ما بتعرف إن هن بيكونوا دغري حد بيتك وأنت ما بتكوني منتبه. هيدا البيت بيكون عايشة عائلة طويلة عريضة، فنحن ننقي العالم على أساس يعني هيدا حالتهم اللي حالتهم أكيد وضعهم الاجتماعي، ومنحاول ننقي العالم الأكثر شيء محتاجة. إن كل العالم هلأ بالوضع البلد إنه كل العالم بتحسيها أنه عايزة، بس نحاول نقي أفقر الفقراء. بعدكم بضمن منطقة زحلة؟ أكيد توسعنا، ما ضلينا بزحلة، وتوسعنا أول شيء على مناطق لبنان ورجعنا طلعنا برات لبنان. هلأ عم نندع على برات لبنان لحتى نحكي عن كيف بلشنا وكيف كبرت الجمعية. سكسس ستوري يعني فينا نقول تاري. قديمه يعني مساعدة ستيفاني حدك، معلش هيك عم فوت بشوية تفاصيل لأنه التطور كان شيء كتير حلو أو شيء فعلا هيك بيرفع الراس فيكم. قديمه مساعدة ستيفاني اللي هي أختك طبعا بتدعم، لأنه أنت كمان يعني كيف مقسمين الأدوار؟ لأن أنا بعرف أنه أنت ناشطة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالسفرات أيضا، كيف عم بيتم تقسيم العمل ومين فريق العمل اليوم كمان؟ رانيا سألتي سؤال كيف عم بيتم الشغل مع الفقراء. نحن عم نحط دايما على التواصل الاجتماعي، أنا بعوز الواتساب بعوز الفيسبوك تبعي لأقول للناس أنا عم بوزع إكس شي أغراض، اللي عنده عائلات يعطينا أسامي هيك عم بتواصل. يعني أنا ما عندي فايلات، إنما العالم لما عم تجي لعندي أنا عم بملل الفايلات، أنا عم برجع أدرس الحالة. يعني تخيل إن إحنا ببعض الأحيان عم نكون مكان الدولة إن إحنا ندرس الحالة ونعرف. هيدي وان اثنين، الفكرة بلشتها أنا أكيد، أهلي حدي للعمى، يعني هن كتير موجودين حدي، بس هي الفكرة أنا عملتها. ستيفاني وجودها حدي، أمي وجودها حدي، هولي لو ما بليهن أنا ما فيني أتطور طبيعي، خاصة إنه هني سبورت دعم، وهني كمان ناس عم بتشتغل على الأرض. يعني لو ما أهلي مساعديني على الأرض أنا ما فيني. وانتبهي لما تبلش فكرة كتير صغيرة بدك كتير ناس بتوثق فيكي. ستيفاني مثلا، وانت بتوثقي فيهم أكيد لتقدر تشتغلي خاصة بهيك شيء. ستيفاني مثلا بدي هلأ نحن بنشتغل ما عنا تفرقة للأدوار، إنما نحن عم نشتغل بكل شيء. إذا بدك عم نأسس بلاتفورم يلي هي بلشت من مشي، صار هلأ عنا 3 offices مثلا
وعندنا ناس بتشتغل معنا عاملين كونترايات مع مدارس وغيره. هول كيف صاروا؟ نحن عم نشتغل بكل شيء، يعني انا بعمل دقاقه زد واختي بتعمل دقاقه زد واهلي بيعملوا هيك. التيم كم تيم صار؟ كم شخص بالتيم؟ نحن 15 واحد، عندنا 6 مؤسسين و15 واحد عم نشتغل. بس اكيد اللي يلي دائما هن، يعني كيف بدي اقول لك، ما بنحكي الحقيقه، في دائما ناس بتشتغل اكثر من ناس، وعندك ناس بتكون سبورت، ناس بتجي على وقت الايفنت، انما في دائما تواصل، في شيء عم ينعمل، هيدا دائما هو الناس. وهيدا الكل عطاء، كل الاشياء اللي عم تنعمل هي عطاء، وهيدي هيدا هدف الجمعيه. لا يعني لحتى تقدروا تستمروا طبعا بحاجه للتمويل. صح. وانتم مثل ما كنت عم تقولي لي تاري مؤخرا لحتى بلشتوا تصيروا عن جد مؤسسه فعليه. صح. ورسميه، وبتقدروا انه تكون الدولة عم بتساعدكم شوي. صحيح. ولكن صحيح. التمويل هو ضروري. شو عم بتكون نشاطاتكم خلال السنة لحتى يكون في تمويل وفي عشاء قريب جدا ب 16 ديسمبر غالا دينر؟ نحن هلا بعد ما صرنا جمعية مسجلة صرنا فينا نقول لحتى نصير مؤسسة، يعني عندنا موظفيننا الخاصين وعندنا هو القصص، نقدر نشتغل عشي بروفيشنال اكثر مع الدولة، مع اوديتورز، مع كل شيء. من وقتها هيك بدنا ننتقل. هلا نحن عاملين اول ايفنت هيك هو العشاء الخيري تبعتنا ب 16 ديسمبر بكامبينسكي، عاملين غالا دينر، فيري بيج غالا دينر. هي هو واكيد بتدعو كل الناس انه يشاركوا وهيدي بفتكر الاساس انحط وصاروا ناس يعرفوكم اكثر ويثقوا فيكم اكثر. ستيفاني، كيف تنسق بين جامعتك بين عملك بين العمل يلي بتقوموا فيه على الارض؟ ده بياخد من وقتك هالشغل؟ بياخد كتير وقت. ما فيني انكر الموضوع، بس الواحد بده يقسم، ما فيه يركز على شيء واحد بالحياة، لازم يكون عنده بكل شيء إدارة يعني وقت 100%. ورح بتكملي مع تاري، يعني بعدك ماشية بهالرسالة. هيدا التشاريتي دونيشن هي مثل البيبي تبع عائلتنا منقول، ويلي ما رح نتركه مكافين فيه. واو، حتى لو قد ما اخذته واخذ منكم وقت ومجهود. تاري عم تتوسعوا بالعالم طبعا، سالته وحبوا ياخذوا هيك مثل تيمونياج هداتكم كيف قدرتوا تنجحوا بهالقصه، ولكن في مكتب عم يتاسس كمان برات لبنان، يعني رح بتكون المساعدات خارج لبنان، اي متى ووين؟ رانيا، لما بتشوفي صبايا او بنحكي عن الشباب عامه، لما بيكونوا عم بيشقوا حياتهم، الاكثريه الناس بتدرس بدها وظيفه، او مثلا بتدرس بتعمل شيء تطلع مصاري، خلصت هون الحياه بتلاقي شريك حياه، انه حياتها مبدئيا مرسومه. انما نحن بالجمعيه راينا مثل فكره الفقر وحبينا انه نشتغل فيها ونشتغل مجتمعاتيا. هذا الشيء كثير، مش كثير ناس بتقدر تتحمله انه في صعب. نحن عايشين مش بمجتمع مريح، انما مجتمعنا كثير عم بيعاني من مشاكل واضطرابات، فنحن اخذنا مشكله وعم نحلها مع المجتمع، ونحن كثير صغار وبلا اكسبيرينس. فهون يعني النجاح تبعنا كان بهيدا الشيء، انه as youth as women وكيف عم تشتغلوا، وكانت المسابره والتايم مانجمنت اكيد، وكيف انه تسكر باب من هون نجرب مره ثانيه، نجرب مطارح ثانيه، هيك عم بيصير. هلا لبنان صعب وضعه فعلا، وعم نلاقي صعوبات، يعني ما بجي اقول لك انه هول الثلاث سنين كانوا كثير مريحين وعم نكبر، لا، في كثير صعوبات يعني تبعتكم. انا كل حال في ناس ما بتوثق فينا، او عرفتي، او بيفتكروا انه ايه عم بيشتغلوا لهدف ثاني او لسبب ثاني. انا كنت نازي عن نيابي من ورا الان جي او، ما عرفتي هيك طلع. فعلى كل الاحوال بالمقلب على كل حال، بس انه عرفتي كيف بيصير قصص، بتاخذ وقت لحتى الناس توثق. هلا نحن قطعنا اشواط فاخذ وقت لحتى نوثق. هلا ثاني ستيب صارت لما العالم بالبلدان الخارجي عم بيعرفوا انه مثلا في صبايا عم بيقدروا ياسسوا من مشي، كمان مش نحن عم نكون حاطين amount of money عم نشغلها، لا، من مشي نحن عم نبلش ونأسس ونقدر نساعد نشيل حاجه. نحن كمان علمونا، علموا صبايانا، علموا الشباب تبعنا، عم ندعي برا لحتى نفوت بهذا الشيء. طب انا لما عم بروح لبرا وعم بروح على كذا بلد، مش حرام ما تشاريتي يكون عندها اجر كمان بهول البلدين؟ فهيدي هي اللي انا وين عم مبدئيا هلا جديد. بالاردن عم ينشغل على هذا الموضوع، الاردن بلد بعقد كثير لطيفين العالم، وراح تكون لك يعني المساعدات من الاردن للاردن ايضا، مثل ما هون من لبنان للبنان، يعني يلي بيوصلكم من مساعدات عم بيتوزع على اهل لبنان، وبالاردن رح
بيكون زيت السيستم ماشي طبيعي اكيد. نعم. يعني اذا البلد هو عم بيعطي بده يروح للبلد، يعني ما فيني انا كمان اخذ من الاردن اعطي لبنان، الا اذا انا كان مركزيا بلبنان وطلبت هيدا الشيء للبنان، اذا كنت حتى بالاردن طلبتها للبنان، يعني كله عدا حسب وين الحاجه، كله عدا بيصير. بقول لهم انا بالاردن يا جماعه انا عندي بروجي، بينقبل انه انا بدي اخدمه بلبنان ما في مشكله. صحيح. ستيفاني، في مكتب ثاني كمان بلبنان، انتم بنعرف انه مركزكم الرئيسي بزحله، عندكم بالحدث كمان مكتب بلشتوا تحت؟ 100% بلشنا ووسعنا، لانه نحن المين كامبين تبعنا هي التياب، فهولنا للعالم يمكن وقتها يصيروا يودوا الغراض على قسم الحدث، لانه زحله بعيده بتعرفي على منا انه ذا سنتر تبع لبنان، فعم نشتغل هلا. يعني عم توصلكم اجمالا مساعدات على الحدث، وانتم عم تقدروا توزعوها وين صح في صح حاجات. قد ايه عم بيصير في طلب اكثر اليوم من لما صاروا يعرفوكم الناس، وعلى شو اكثر شيء في طلب؟ يعني شو الحاجه الرئيسيه بتحسي عند هالناس اللي هن عن جد افقر، الفقراء اللي عم تعملوا معهم؟ رانيا، في فقر كثير كبير بالبلد، ما فينا ننكر هالشيء، وضع كثير عاطل، ناس بتكون عادي عم تطلب مساعد، يعني في ناس بتروح بتشتغل بتجي بتقول لي انا مثلا مش قادره اكل، او مثلا كل هيدي المصاري عم تروح حق البيت والموتر والكهرباء، انه حاجيات اساسيه قد ما غاليه الناس ما عم تقدر تاكل. يعني عم ننصدم بالناس اللي عم تجي، انا وصلت لمرحله صرت مصدومه، صار في كثير فقر، يعني اوقات بدقوا لك ناس ما بتتخيلي انه يدق، ما بيبين الحاجيات عم بتكون رانية ما تتخيلي قديش شيء كثير عادي، اكل كيس رز مثلا ما عم يطلبوا، ما نحن مش عارفين، ما انت لما بتكوني عايشه وفي عائله حضنتك وانت عم تعملي امورك ما بتنتبهي قديه في فقر، قديه في ناس مشتهي الاكل. فعم ينطلب كثير قصص بسيطه، عم نستغرب انه مثلا انا قلت ببعض الاحيان للتياب انه خلص يعني الناس منا فعلا للتياب والاكل اساسي، اذا ما بتوزعي اكل ما بتكوني عامله شيء، فنحن كل جمعه والتياب كمان بيصيروا مثل شيء سنوي، اذا هالرجل او هالامراه عم بيشتغلوا ليطلعوا لقمه العيش لاولادهم، طبيعي انه يعطوا اكل وشرب ويطنشوا عن التياب، يعني صح صح. نعم. في عالم بينطروا الجمعيات يمكن تقدم لهم، في ناس ناطره متكله على بتعيش على الجمعيات. بس ذكرتي شغله حلوه، هل بيصير في نوع من اتكاليه تاري عند هالاشخاص؟ يعني ما بيعودوا يعملوا يمكن مجهود لحتى يشتغلوا، بيصيروا انه يعني رايقين انه رح بيامنوا لنا رح بيعطونا؟ انا بجاوبك كمان بصراحه، اكيد في اتكاليه، اكيد في اتكاليه، وانا بقول انه الفقر ببعض الاحيان هو شخص ارادته انه يكون فقير، ما في حدا فيه يكون فقير من ايده، اذا بده يشتغل بيقدر يطلع الا بالحالات القصوى. بتساعده بهالموضوع؟ معقوله تقدر تأمنه؟ انا اويرنس بعمل، يعني انا مثلا بيجي لعندي، اجى لعندي حدا نيرس، هو وضعه كثير عادي، حبيت انه اقول له تكفي مثلا تقدم بعلمك، ما انت نيرس انه اوكي وضعك عاطل، تعال نقدم على غير وظيفه، انا قدرت ساعدته. ها شفتي هلا صار في حاجه، فتحنا ديبارتمنت لهيدا الشيء، صار فيك تساعدي بالتوظيف او بال نساعد بهيدا الشيء. عم نعمل حتى اويرنس سنتر، ليرنينج سنتر، نحن بارت منه اويرنس عم بيكون لحتى نقدر نعلم العالم. يعني اللي حكيتيه هيك عم بتصير القصص، يعني والديفلوبمنت هالتطوير عم بيصير حسب شو عم بتشوفوا الحاجه. بس ايه في مشاكل كثير بالقصص بالفقر، يعني انا اوقات بنصدم الناس بتجي بقول لهم انتم مش بحاجه. نعم. خلينا بس نذكر انه ممكن يتواصلوا معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرقم لكل الاشخاص اللي بيوصلون المساجات من شاريتي دونيشن. العشاء رح بيكون ب 16 كانون الاول ديسمبر بكامبينسكي، واكيد الحجز ضروري. ويعطيكم الف عافيه تيري وستيفاني، بتعرفوا نحن دائما موجودين كمان للمساعده. اهلا وسهلا فيكم، رح ناخذ بريك صغير ومنتابع، خليكم معنا.